مرحبا بكم وشكرا للأشواق على الاستضافة الجميلة، وكنقول لهم مبروك عليكم هذا الشهر، هذا شهر رمضان. كمال يعني فين الحضور ديالك؟ لا كمال حاضر ماشي غابر، يعني يلا كان عندي تور، كنت خدمت دابا قبل رمضان بأسبوع ببوردو فرنسا، وقبل منها كان عندي تقريبا كانوا عندي 4 سهرات، كان عندي فيرنس بولونيا ميلانو عاود ثاني رجعت لبولونيا. لا ما كنخدمش في اوروبا بزاف، لان انا كنخدم هنا في المغرب بزاف، يعني كنعتمد على العراس والحفلات ديالنا بزاف، لان كمال هاريمو يعني انا اختصاصي هنا في الاعراس. اوروبا كنعطيهم الوقت ديالهم حتى هما، لان كاين الجاليه ديالها كيتوحشونا وكنبغيونا نخدموا معاهم، وكنمشيو عندهم ديما كنعطيهم حتى هما واحد مره في الشهر وجوج مرات. عنديش فرق، ولكن الحمد لله انا كل المغرب يعني فيه الحباب وفيه الال، ولكن رغم ذلك الناس ديال اوروبا كنوجه لهم التحيه، لان الناس كيتوحشونا وكيطلبونا، وحنا كنمشيو نلبيو الطلبات ديالهم وكنمشيو نخدموا لهم باش كنعطيهم واحد الجو يعني اللي كيرجع فيه انه يفكر الاولاد ديالو باش ما يحس بالغربه. بالنسبه لكمال هاريمو، يعني كمال هاريمو معروف انه كيخدم مع الدرويش مع المويان مع مول الفلوس، وما كنتحاسبوش مع الناس، وعندي فرقه اللي كتكون تقريبا من 13 عنصر و4 ديال الناس اللي مكلفين بالماتريال، يعني عندي فريق متكامل يعني كيجيد جميع الالوان الغنائيه. كان بعد المناسبه كنوجه واحد التحيه مبروك على فريق الوداد البيضاوي، وكنتمنى الفريق الرجاء البيضاوي غدا انتصار ان شاء الله باش يكون واحد الديربي قوي في كاس العرش اللي هو كاس يعني ديال محمد السادس ان شاء الله. كنتمنى الفريق يكون واحد الديربي اللي يكون نقي، وكمال هاريمو يعني معروف انه رجاوي، ولكن محب الفريق الوداد البيضاوي ملي كيلعب مع واحد الفريق اللي هو خارج من البطوله المغربيه بحال الكؤوس الافريقيه ولا يعني. كمال هاريمو كان لاعب فريق الرجاء البيضاوي يعني من فئه الصغار الى فئه الامل، لولا الاصابه في الركبه ديالي يعني ما كملتش الكره، ولكن كانت عندي الهوايه ديال انني ندرس الموسيقى، والحمد لله الحمد لله توفقنا شويه. لا انا الكره كان عندي يعني دوز اوبيراسيون في 99 98 99 كانوا عندي دوز اوبيراسيون في الركبه ديالي، على المينيسك ليكستيرن ولانتيرن، والموسيقى كانت عندي هوايه من الصغر، ولكن الحمد لله كاين طبقنا ذاك المثال اللي كيقولوا لا ما جاش بالقدم تجيب النغام، يعني المثال راه صحيح. كنوجه الناس اللي كيلعبوا الكره يمارسوا حتى الموسيقى، لان الموسيقى والكره يعني الفنان والكويري عندهم علاقه بعضياتهم، لان كتلاحظ عز بودرباله كيعزف العود، كنلاحظ ان الزاكي كيعزف على الهجوج، يعني كاينين لعابه كبار يعني اللي كيمارسوا الموسيقى. سهرات يعني عندنا الحمد لله دابا يعني راك عارف ديال السنتين ديال الكوفيد، يعني كان بنادم كيحس بواحد الياس، يعني الحمد لله ملي تفرجات علينا ويعني ولا يعني خصنا نرجعوا للجمهور ديالنا، والحمد لله رجعنا للجمهور ديالنا، يعني بواحد يعني كاين واحد الاحترازات في المراقص الليليه، يعني حنا دابا الان كنخدموا في فيلا كاسبي مع الفنان ديالنا المشهور اللي كنوجهوا ليه التحيه، اللي جا فنانه مرموقي خدامين مع الفنان موس ماهر. ما عنديش، لان الملهى الليلي هو بحال اللي كنقولوا اونترينمون ديال الفنان، يعني الفنان ملي كيحفظ سيرتو ملي كيجي واحد الوقت اللي ما كتكونش فيه الخدمه بزاف، يعني الفنان كيحفظ، ملي الفنان كيحفظ خصو يخرج داكشي ديالو، خصو يتمرن، فهمتي؟ حنا يعني كندير باش كان الاغنيه جديده يعني كنعاودو نحفظو وكنجيو نأديوها انا، ملي كنلقاو فيها اقبال صافي كتحاول انك توصل للجمهور عامة. انا كنقول لك بلي ان اغلب جل الفنانه كلهم دازوا، لان الكباري انا ماشي استهزئ بالكباري، الكباري هو المنطلق ديال الفنان، كذب عليك كذاب، هذه الفكره اللي عندي انا كنعرف الفنانين كلهم كيخدموا في كبار. الحمد لله يعني كاين عندنا لي زامي ديالنا ولي فانز ديالنا، يعني كنحاولوا نتواصلوا معاهم، وكمال هاريمو كيجيو باي واحد، يعني توني تليفون في الفيسبوك في الانستغرام في هذا، يعني كمال هاريمو متواصل مع الاصدقاء ديالو. جديد ديال كمال هاريمو كاينه واحد، يعني كاينين دابا 9 الاغاني اللي تسجلوا، وخرج بواحد النمط ديال واحد 3 الاغاني اللي واحد ستيل ما بين يعني مخلط ما بين الاغنيه الغربيه والزيانيه،
واغنيه ديال الراي واغاني شعبيه اخرين بواحد ستيل اخر. هادشي موجود ان شاء الله. كاين الاغنيه ديال الراي غتخرج في هذا الشهر رمضان، وكاينين الاغاني الاخرين يخرجوا من ورا، يعني مده ديال 3 شهور ما بين الاغنيه والاغنيه. كلمه للجمهور ديالي كنقول لهم تحيه لكم كاملين، ولولا الجمهور لما يكون كمال هريم ولا اي فنان. يعني احنا بالجمهور هو اللي كيخلق الفنان. تحيه للجمهور المغربي، لان الجمهور المغربي هو ذواق وعنده اذن سميعه. الى حب الفنان راه حب الفنان، لان كيبغي الحب الفنان هو التواضع الفنان مع الجمهور ديالو، وهذه خصله امتازوا بها. والله يوفقكم وتحيه لكم كاملين، وشكرا اشواق على هذه الاستضافه، ومبروك لكم هذا شهر رمضان. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في، جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.